طمني دكتور، وضعه سيء شي؟ نزف دم كتير وجرحه غميق ولازم نتدخل. جيبي المريض. شو قصدك لازم نتدخل؟ عملية يعني؟ أنا جنبك هون ورح تتحسن، ما رح أتركك، بوعدك. سامحيني لأني ظلمتك. مستحيل أمير، رد علي، افتح عيونك لو سمحت، أنا جنبك، افتح عيونك بترجاك، رد علي أمير. دكتور تعال بسرعة، أنا جنبك، افتح عيونك يلا بترجاك، افتحهم. لا 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 أمير، افتح عيونك بترجاك، رد بترجاك، افتح عيونك ورد علي، أنا هون لو سمحت، لو سمحت أمير، اطلع، أنا هون، ما رح أتركك، تمام؟ ما رح أتركك لو شو ما صار معك. أمير ما رح أتركك، بترجاك أمير، افتح عيونك، الله يخليك. جهزوا المريض للعملية فورا. أمير أنا ما رح أتركك لو شو ما صار، ما بصير يا حان، خليكي هون لو سمحتي، أي شيء خليني معه، ممنوع، ما فيني، خليكي هون لو سمحتي. بترجاك يا رب ساعدني، بترجاك يا رب وقف مع أمير وساعده، يا رب ما قلنا غيرك.